تغطية جديدة نحو أسعار الدواجن واللحوم والخضروات في الأسواق من موقع صدى البلد، أهلا بكم. نبدأ بأسعار اللحوم في الأسواق، حيث تراوحت أسعار الكندوز ما بين 130 جنيه إلى 150 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 جنيه إلى 120 جنيه للكيلو. أما عن كيلو اللحم الضأن البلدي ما بين 110 جنيه إلى 140 جنيه للكيلو. كما توفر وزارة التموين لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيه للكيلو في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وإلى أسعار الدواجن، حيث شهدت بورصة الدواجن تأرجحاً في الأسعار وزيادة في بعض أسعار الدواجن، حيث تتراوح سعر الدواجن البيضاء من 31 إلى 32 جنيه. أما عن سعر الدواجن البلدي ما بين 40 جنيه للكيلو إلى 45 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو صدور الدجاج ما بين 60 جنيه إلى 70 جنيه، وسعر كيلو البط حوالي 45 جنيه. وإلى أسعار البيض، حيث سجل طبق البيض الأبيض اليوم 45 جنيه للطبق، وطبق البيض الأحمر حوالي 47 جنيه. وإلى أسعار الأسماك، حيث استقر سعر كيلو البلطي درجة أولى ما بين 20 جنيه إلى 23 جنيه للكيلو، وأما عن سعر البوري ما بين 55 جنيه إلى 65 جنيه. وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض ما بين 60 جنيه إلى 120 جنيه، وتراوحت أسعار أسماك المكرونة السويسي ما بين 65 جنيه إلى 85 جنيه. وتراوح سعر الصبيط والكاليماري ما بين 110 إلى 170 جنيه للكيلو، وتبينت أسعار الكابوريا حسب الجودة والحجم ما بين 30 جنيه إلى 130 جنيه للكيلو أيضا، فيما تراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 85 جنيه إلى 170 جنيه، وذلك بحسب اختلاف الحجم والنوع. أما عن أسعار الخضروات، فشهدت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور استقراراً ملحوظاً، حيث سجل سعر كيلو الطماطم بحسب الجودة ما بين جنيه ونص إلى 2 جنيه و70 قرش. أما عن البطاطس ما بين 3 جنيه إلى 5 جنيه ونص، والبصل ما بين جنيه ونص إلى 3 جنيه. وتراوح سعر الخيار الصوبة ما بين 2 جنيه ونص إلى 5 جنيه ونص، أما عن الخيار البلدي ما بين 2 جنيه ونصف إلى 4 جنيهات ونصف. كمان تراوحت أسعار الليمون البلدي ما بين 7 جنيه إلى 13 جنيه. وإلى أسعار الفاكهة، حيث تراوح سعر البرتقال الصيفي ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات ونصف. أما عن العنب البناتي الأصفر، تراوح سعره ما بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات. أما عن المانجو، فقد تبينت أسعارها بحسب أصنافها ودرجة جودتها، حيث بدأت من 7 جنيهات للمانجو البلدي والسنارة والدبشة، وصولاً إلى 30 جنيه للمانجو العويسي و40 جنيه للمانجا التيمور. إلى هنا انتهت جولتنا في الأسواق، انتظرونا في تغطية جديدة، وإلى اللقاء.